نعم كنا من في من سكان نادي الجهرة كنا نتمنى أن نكون مثلا نجوم وأبطال نفس اللاعبين اللي في الأندية الكبيرة، نادي العربي، نادي القادسية، نادي الكويت، نادي كاظمة، نادي السالمية، وتحقيقهم البطولات وتمثيلهم المنتخب الوطني. ولكن طبعا صعوبة التنقل، طبعا أكيد كنا من يعني كان فريقنا فريق برشلونة في الحارات، يعني يمكن برشلونة عارفه يمكن 79، فكنا من أوائل المشجعين لنادي برشلونة وسمينا الفريق هذا. شوف في السابق اللي كان يلعب في نادي ما يفكر انه يلعب في الشارع، خلاص لما تكون بدايتك بالشارع وتلعب بالشارع، لما تنضم الى النادي خلاص تعتزل كرة القدم بالشارع. للأسف حاليا يمكن في الفترة هذه نشوف لاعبين ولاعبين منتخبات يلعبون بالشارع ويلعبون بالدور. إذن كابتن وائل سليمان، دخلت إلى النادي وكنت ترغب أنك تكون حارس مرمى ولكن اختاروك في خط الوسط، شلون كانت هذه الرحلة؟ يعني شوف في السابق كان حارس المرمى أو المهاجم هو المميز، هو اللي له نجومية، هو اللي الإعلام يكون مسلط الضوء عليه، الجماهير أيضا تنتظر منه سواء حارس أو مهاجم أنه يسجل الأهداف. لما تتكلم عن لاعب وسط لما تكون لاعب وسط متاخر، قصدك مهاجم يسجل الاهداف وحارس يتصدى له؟ اي نعم. ولكن لما تكون وسط متاخر، مهما عملت ما حد ينتبه لك، نعم، ومهما يعني يتقدم قليل ان تذكر الا اذا سجلت هدف. صحيح. فكنت انا للاسف في اول مشواري في اول بداياتي في النادي، نعم، في هذا المركز اللي اختاره لي كابتن صالح ثابت الحبشي اني لازم العب في وسط متاخر. نعم، هذا المركز مظلوم وبكثرة، ولا زلنا إلى الآن أيضا هذا المركز مظلوم في عالم كرة القدم. دخلت إلى المراحل السنية، اختاروك كلاعب خط وسط دفاعي، كلمني عن التجربة هذه شلون كانت؟ لا طبعا بعد صعودنا من 17 إلى الفريق الأول مباشرة، احنا نبي نتحدث عن الفريق الأول، نبي المراحل السنية. المراحل السنية أنا ما لعبت إلا 17 نص موسم فقط. نعم، دخلت يعني على عمر كبير 17 سنة. لا دخلت عمر 16 سنة. نعم. كانت المرحلة تحت 17، لعبنا نص موسم، استعانوا نادي الجهرة في مدرب إنجليزي، فشاف مبارياتنا وتدريباتنا، فصعدني أنا ونواف جديد من 17 إلى الفريق الأول على طول. نعم. ولعبني في قلب الدفاع. يعني موسم واحد فقط لعبته على. أغلب من موسم واحد. ما لعبت يعني لا 14 ذاك الوقت تعتبر يعني دخلت في عمر 20. نعم، كان في مرحلة 19 أو 20، فما لعبت مرحلة 19 أو 20، صعدنا على طول عمرنا 16 ونص أنا وكابتن نواف جديد على طول الفريق. كابتن وائل، أتوقع الموضوع صعب نوعا ما تلعب حارس مرمى في غالب حياتك ومن ثم تنتقل الفريق الأول بهذه السرعة وتلعب خط وسط، يعني شوف يعني يعني في الأخير يعني لما تنتقل إلى الفريق الأول بغض النظر عن فريق الجهرة كان في المراكز الأخيرة أو في مراكز الوسط أو المتقدمة، بالأخير أنت وصلت الحين إلى مرحلة الفريق الأول. بغض النظر عن درجة ثانية أو درجة ممتازة، حققت بطولات ما حققت بطولات، ولكن الفريق الأول، اسم الفريق الأول كان له هيبة معينة. فشون أنت اليوم تتأقلم عمرك 16 سنة ونص مع لاعبين في ذاك الوقت لاعبين كانوا مميزين، ما أقدر أقول لك الأسماء أساس ما أظلم أحد وأنسى أحد. بأي سنة كانت هذه كابتن؟ كانت تقريبا 79-80. 79-80 انضميت إلى النادي ولعبت فريق أول بعد أقل من نص موسم، كلمني عن هذه التجربة وهذه الرحلة. أكيد طبعا. تتذكر أول مباراة انضميت لها؟ طبعا قعدت يمكن احتياط في 4 أو 5 مباريات. نعم. وللأسف من سوء حظي لعبت في أول مباراة أمام نادي كاظمة. نادي كاظمة كان في ذلك الفترة أيضا متسيئ بداياته، كان فريق مميز، كان فريق يعني مليء بالنجوم صراحة، كنا نجوم نشوفهم بالتلفزيون، كنا نجوم نتمنى فقط أن نقابلهم، فخسرنا للأسف 5-0 أو 6-0. نعم، كانت هذه أول مباراة لي، كانت تجربة قاسية صراحة، يمكن لو على لاعب صغير. نزلت بديل ولا لعبت أساسي؟ لا لعبت أساسي. نعم. على لاعب صغير مثلا. منو مجموعة نادي الجهرة في ذلك الوقت؟ والله كانوا لاعبين مميزين، نتكلم عن ناصر العيار، صقر فرحان، خالد جازع، إبراهيم الثابت، زيد زياد، مرزوق زياد الله يشفيه، علي شيحان، ناصر مظفر الله يرحمه. بالمقابل نادي كاظمة، خالد جازع، نعم، يعني كثير من نجوم نادي كاظمة بذلك الوقت اللي تتذكرونه في هذه المباراة.
حمود فليطح وناصر غانم ويوسف سويد وعبد الله معيوف كانوا اللاعبين المميزين اللي نعم. كانوا منضمين للمنتخب الوطني. نعم، وشون كان الشعور والمعنوية بعد هذه المباراة كابتن؟ والله طبعا كان سيء لما تكلم عن أول مباراة خسر 5-6 يعني، ولكن يعني كان الهدف يعني بالنسبة لي أني مخطط أني يجب أني أستمر، يجب أني ألعب. جميل. وأثبت نفسي، والحمد لله قدرنا، أن فضل الله والجماهير والإعلام قدرنا أن الحمد لله نحقق. شون كان تعامل المجموعة معك في ذلك الوقت لما انضميت في عمر صغير، كانوا معك لاعبين غالبيتهم معظمهم كانوا أكبر منك في السن؟ والله شوف، عشان نكون واقعيين يعني ما كان في التزام بالتمرين صراحة، يعني يمكن كنا نتمرن أنا وكابتن نواف جديد يمكن 3 أو 4، فكنا لما نروح مباراة يخلصون المباراة اللاعبين، أنا أتفاجئ لما أقول لك أكثر الأمور تكون محبطة لما يقول لك والله بعض اللاعبين أو أغلبهم نعم. يسألوا المشرف أو المدرب متى المباراة الجاية؟ المباراة الجاية بعد 5 أيام نعم. مع الغاسية، ملعب الغاسية، فتشوفهم بالملعب بس. فهذه كانت أيضا من الأسباب أن الجهرة تذيل الترتيب لسنوات طويلة. نعم، هذه كانت الحقبة يعني كلها كانت كذي، ولا الموسم نفسه ظروفه كانت كذي؟ والله أغلب المواسم اللي كنت فيها يعني كانت، يمكن كان في بعض النتائج المميزة، يمكن فزنا على نادي الكويت أعتقد سنة 80 أو 81 كان كامل النجومة فزنا عليه بالملعب الجهرة 3-2 قدمنا أداء مميز، فكانوا لاعبين مميزين صراحة. متى الموسم اللي تغير فيه هذا الشيء وعدم تواجد اللاعبين في التدريبات وعدم التزامهم؟ متى الموسم اللي بدأ نادي الجهرة لا عنده والله 20-25 لاعب اليوم أو أكثر يتمرنون يومي؟ يعني شوف، يعني نقطة التحول كانت تعاقب مع صالح زكريا، الكثير كان متشائم، الكثير ما كان متشجع على هذه السبب. الفكرة السبب أن كابتن صالح زكريا خلاص يعني كبر ما عنده الإمكانيات إنه يعطي، وما راح يقدم شيء، فايز مع نادي الكويت في بطولات، درب المنتخب الكويتي، فشنو راح يضيف حق نادي الجهرة؟ وفريق نادي الجهرة فريق مهلهل، فريق ما عنده لاعبين. أي سنة هذه بالتحديد كابتن؟ 84. فريق درجة ثانية، فريق كان في كل موسم عليه مواغل من 60-70 هدف، فما حد كان متفائل صراحة. نهائياً، ولكن يعني صراحة كابتن صالح زكريا قلب المعادلة. استغنى عن أغلب اللاعبين القدامى، وصعد شباب من 17 سنة إلى الفريق الأول وأعطاهم الفرصة. جميل. ففي أول موسم بيّنت بصمات كابتن صالح زكريا، كنا في السابق المواسم السابقة من الترتيب الأخير أو قبل الأخير كنا في المركز 6 أو 7 في أول موسم، وقدمنا أداء مميز، وقدمنا يعني مباريات مميزة. هو جاكم أنتم في الدرجة الثانية ولا الأولى في ذلك؟ لما وصل لا دمج، كان دمج. إيه كان دمج. نعم. فالأول مرة في تاريخ نادي الجهرة يفوز على نادي الغادسية بين أرضه وجماهيره ونجومه. نعم. 3-0. فهذه أعتقد تعتبر نقلة نوعية. صحيح. والأهم من كذي إن كابتن صالح زكريا زرع ثقافة الفوز والمنافسة بالفريق، فأصبحنا في كل مباراة نعتبرها مباراة نهائي، قدمنا أعتقد أداء مميز والكل شاهد فيه. نعم، إذا كانت نقطة التحول لنادي الجهراء هي التعاقد مع شيخ المدربين صالح زكريا. نعم. واللي قدم مستوى جميل. إذا بعد موسم يمكن 84 و85 انتقلتوا إلى المواسم اللي بعدها، متى حسيت أن نادي الجهراء قادر على المنافسة وتحقيق بطولة؟ فترة صالح زكريا. نعم. فترة لما يجيك مدرب، هو استمر من أي سنة لأي سنة؟ من 84 إلى 86. لكن لما يجيك مدرب في عقلية احترافية، في تمارين مميزة، في ثقافة فوز، خلاص أنت اليوم ما تقبل أنك تخسر 3 و4 و5. فما شفنا هذه النتائج بعد حقبة صالح زكريا فترات طويلة. نعم. وصالح زكريا طبعا الله يذكره بالخير قبل يطلع من نادي قال الفريق هذا راح يفوز بعد 3 أو 4 سنوات في بطولة. نعم، تنبأ بهذا الشيء. تنبأ. نعم، ليش؟ لأن البوادر موجودة. نعم. أيضا ما ننسى دعم الإدارة، مجلس الإدارة كان بقيادة المرحوم حمد العيار الله يرحمه، اللي قدم جميع الدعم وجميع التسهيلات للفريق للنادي كل الألعاب خاصة في كرة القدم، الدعم المميز اللي أعطاه الكابتن صالح زكريا. إذن الكابتن صالح زكريا يعني هيئ فريق ممتاز لنادي الجهرة، غير من الصورة العامة من فريق هش كان يخسر نتائج كبيرة إلى فريق على أقل تقدير يقدم مستوى مميز حتى لو خسر في المباراة. بعد 86 من المدرب اللي انضم لكم؟ بعد المدرب صالح زكريا يمكن أيضا يعني
يعني ما كانت نتائجنا نتائج مميزة. نعم صحيح يمكن لأول مرة ينضم لاعبين إلى المنتخب الكويتي كان محمد إبراهيم حسون في دورة الخليج، مطير شرقاط في دورة الخليج، طبعا مطير قبلنا بسنتين كان منضم، أنا أيضا انضميت معاهم. نعم. انضم معانا بعد أيضا كابتن عبد الرحمن حمد. نعم. للمنتخب نوعا ما صار فيه اهتمام ومنافسة بين اللاعبين، لأن أيضا لازم أن نوصل ونلعب للمنتخب ونمثل المنتخب. بعدها كان في مدرب إنجليزي، بعدها كان مرحوم كابتن كريم سلمان الله يرحمه. نعم. عبد القادر العجيان الكابتن، فكان في تناوب على التدريب لغاية فوزنا بالدوري، قبل فوزنا بالدوري. مع تناوب المدربين، لان يعني احنا شفنا مع كابتن صالح زكريا الشخصيه، نعم، قوه القرار، الصرامه، النتائج المميزه، النتائج المشرفه، المستوى والاداء المميز بغض النظر عن الفوز والخساره، نعم، انضمام لاعبين اربعه الى المنتخب لاول مره في تاريخ النادي، نعم، هذه نوعا ما يعني اربكتنا كلاعبين بعد تغيير الجهاز الفني. ما توقعنا الكابتن صالح زكريا أنه يترك النادي بهذه السهولة. يمكن أنا أشوف كان أيضا مجلس إدارة يعني حاول بقدر المستطاع أن يرجع هيبة كرة القدم الجهراوية، حاول أنه فعلا يعني يكون نادي الجهرة منافس، نادي الجهرة له سمعة وله هيبة وكذا، ولكن أعتقد أنه نجح في هذا القرار بقيادة السيد سعدول الحسيني وجميع الإخوان اللي موجودين معاه بدون